مساء الخير ورمضان دايما كريم. هنا على الراديو 90 90، حلقة جديدة وبرنامج مفيش منه. ضيفتنا النهاردة مفيش منها كتير، لا في الموهبة ولا في الأخلاق ولا في الجدعنة، حلوة جميلة راقية مع الغريب قبل القريب. مهما اتكلمت عنها كتير مش هوفيها حقها، النجمة والدكتورة كمان منى عبد الغني. منورانا ورمضان كريم عليك يا رب. اهلا وسهلا بيك يا رامي، انت منورني، وكل سنة وكل مستمعي 90 90 بخير يا رب وبصحة وسعادة، ورمضان كريم. رمضان كريم، وكريم ابنك ربنا يحفظه هو وريم، صح كده؟ ايوه، والكفل التشبيه زي ما قال شاعرنا الكبير رحمة الله عليه سيد حجاج، رحمة الله عليه. وخلينا بقى نبتدي على طول بالايام الحلوة. اليوم اللي بتعتبريه ده اسعد يوم في حياة منى عبد الغني؟ اول حاجة اني شفت رامي الحلواني النهاردة اللي هو ما فيش منه برضو. يا رب ويحفظك. اليوم اللي بعديه شخصيتك اتغيرت بشكل كبير ايجابيا طبعا. شخصيتي اتغيرت؟ مفيش حد بيتغير فجأة يا رام، يعني كلها محطات ومواقف وحاجات بتأثر فينا، ساعات بالسلب وساعات بالإيجاب. بس أنا أي حتى حاجة سلبية بحولها لإيجابية، حولها أن أنا اتعلمت منها حاجة، أن أضافت لشخصيتي حاجة، خليتني أنتبه، ولو أني يعني كل مرة الواحد بيقع أحيانا في نفس الغلط، بس الشاطر اللي يقوم بسرعة على طول. بالضبط، يعني بدي لنفسي طاقة إيجابية على طول، مش بحس أن أنا محتاجة سبورت من حد غير ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. نرجع لورا شوية. اليوم اللي قررتوا فيه تكونوا فريق الأصدقاء، كان ايه في دماغك وقتها، خصوصا ان هي كانت تجربة جديدة بشكل كبير؟ مفيش، انا طبعا كان في دماغي، انا فرحانة وسعيدة ان انا رايحة مع علاء وحنان، استاذ عمار الشريعي هيسمعنا يعني، واحنا كنا بنشتغل معاه بقى، هو عنده مؤسسة مع طبعا استاذ محسن جابر، كان ساعتها عالم الفن، ومؤسسة راعية للأولاد دي، يعني كنا مجرد طلبة وبنحلم بس يعني نغني مش اكتر. بس افتكرت حاجة، اليوم اللي كان وحش قوي لما اهلي قالوا لي انت مش هتسافري بقى معاهم، مش يعني كفاية بس ان انت بتعملي تسجيلات وخلاص، لكن حفلات وسفر وبتاع بقى، كنا عايزين نلف العالم بالفرقة، قالوا لي لا خلاص كفاية الدراسة بس، والدتي بالذات كانت مصرة يعني، فده كان يوم صعب علي. لو توصف لنا احساسك ايه في اول مرة تقفي على المسرح وتواجه الجمهور؟ لا رعب طبعا، بس انا هقول لك احنا اشتغلنا حبة حبة، يعني وقفت قدام الميكروفون سجلنا الاغاني، وكانت فاكرة كويس قوي انها كانت اغنية مع الايام. اول حاجة اقف قدام الميكروفون قدام استاذ عمار الشريعي قلت مع الايام، وبعدين ابتدينا نعمل بقى تسجيلات، كان ساعتها المنوعات بقى استاذ فتحي عبد الستار المخرج، ومنوعات وبنصور واحده واحده، وبعدين ابتدينا نطلع حفلات، اعتقد طلعنا سبورتنج في اسكندريه ولفينا محافظات كتير. فاكره قوي في حفله سبورتنج دي. يعني غنيتي ما شاء الله، ومثلتي وقدمتي برامج ونجحتي ما شاء الله في الثلاثه. بصراحه منى عبد الغني لقت نفسها فين اكتر في الثلاث مجالات دول؟ يعني اكيد كنت بلاقي نفسي في الغنى، وما زلت بقدم حاجاتي، لسه اللي عامله كليب مع واقف رامي عبد الحميد تيجي نعمل خير، يعني كل ما بتيجي لحظه كده فرصه بعمل حاجه كويسه محترمه كلمه جميله تحترم الناس يعني. لكن ما فيش شك ان انا السنه ال 11 في الستات ما عرفوش يكذبوا، وقبليها كان منى واخواتها، وقبليها كان برامج، يعني بقى عندي بطبيعه الحال بحب الشغلانه اللي انا بشتغلها دلوقتي، واحاول اتقنها على قد ما اقدر ببساطه، يعني ابقى ملمه باللي انا هقوله ومحضره كويس، عشان ما ينفعش ابقى بعمل الحاجه نص نص، لان الناس بتديني ودنها وعينيها وجوارحها كلها عشان تسمعني اقول كلمه تفيدهم ولو بعد حين، بس انا ارمي بذره حلوه تنفعني وتنفع الناس بعد كده. بس الطرب برضو موجود في المسيرة، وفي أغاني دينية من فترة لفترة بتنزل وبنسمعها على طول في المناسبات الدينية تحديدا. أنا حريصة، يعني عملت ألبوم طبعا مع المذكار وليد سعد وبهاء الدين محمد الشاعر الجميل، بس يعني ما توفقش قوي دلوقتي، كل فترة وفترة، وبحضر في مفاجأة برضو بحضرها إن شاء الله هتعجبكم. 90 90 حصري. إيه ده إن شاء الله، أتمنى. يلا اتفقنا. اتفقنا على الهوا هو دلوقتي. الكلام الحلو ده نطلع فاصل بسرعة ونرجع نكمل الجزء التاني، ونشوف بقى الأشخاص اللي ما فيش منهم في حياة منى عبد الغني. رجعنا لكم مرة تانية وما فيش منها النجمة الجميلة منى عبد الغني. اتكلمنا قبل الفاصل عن الأيام اللي ما فيش منها، دلوقتي بقى هنتكلم عن الأشخاص اللي ما فيش منها في حياتك. ابتدي بالسؤال على طول، مين النص التاني في حياة منى عبد الغني، او ممكن اقول تاني الصيغة الاخرى، يعني اقدر اقول على مين كاتم اسرار منى عبد الغني؟
لا ما انا ما عنديش نص التاني. دي اول حاجة يعني. نص التاني يعني هو مقسوم على ريم وكريم. هما ممكن يبقى لو يعني عايزة اقول لهم حاجة ما اقولهاش لحد ممكن. اخويا كمان يعني، اخويا ماهر عايش في باريس وبيجي كل 3 شهور، لكن هو بالنسبة لي انت برنامج اسمه ما فيش منه، فالاخ دايما ما فيش منه، والاخت ما فيش منها، لانك بيقولك الزوج موجود والابن مولود والاخ مفقود، فبيتعوضش. ممكن تجيب ولد تاني او بنت تانية، ممكن تتجوز تاني، لكن تجيب اخ تاني ما ينفعش. من الناس اللي وقفت معاكي وكانت مؤمنة بيكي جدا في بدايتك الموسيقي، الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، تقولي له ايه النهارده؟ اقول له وحشتني قوي، وحشني صوتك، وانت بترد عليا في التليفون بتقولي ازيك، هشوفك امتى يعني، وحشتني، وحشتني اعمالك، وحشني عودك، مسكة العود والريشة، مسكتك لريشة العود، وحشت الفن كله، مش منى بس يعني، ليه محبيه في كل العالم. لسه كان بيكلموني ناس من تونس بيقولوا ان هو كان بيطلع مهرجانات ولجنة التحكيم، قد ايه كان مشرفنا في العالم كله، وما زالت اعماله. حين يذكر عمار الشريعة او افتح بقي باغنية لعمار الشريعة الاقي الناس كلها تقشعر ابدانها يعني وهي قاعدة، فعلا كان بصمة لا تعوض يعني. مين غير الراحل عمار الشريعي وقف ودعمك في طريقك وبدايتك؟ الأستاذة الكبيرة راح تطلع عليها مغنية الأوبرا العالمية رتيبة الحفني، لأن كانت عميدة المعهد ساعتها، كان يعني دايما أذكرها بالخير، إن هي كانت صاحبة نكتة، تصدق يعني الست هذه، الست الجادة جدا، تقف على في الأوبرا ما ترنش الإبرة، لكن شخصية بسيطة ودمها خفيف ومؤثرة في الناس اللي حواليها. مين المطرب أو المطربة اللي لما تحسي كده مودك مش تمام اسمع مين يفك لي مودي كده، يغير لي مودي شويه؟ ايه اليوم الحلو ده، ايه الناس الحلوه دي، احمد سعد طبعا الجميل، وببقى مبسوطه قوي ويومي بيبقى جميل لما اسمع ايه الراديو 90 90. نورتينا، وقبل ما اختم عايز اعرف ايه الجديد اللي هتطلي علينا بقى من خلاله ان شاء الله. اخر حاجه عملتها هي اغنيه للانسانيه والخير، تيجي نعمل خير مع الاطفال، وموجوده على طبعا عندي على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب كده. بس واتمنى بقى بحضر حاجه كنت عايزاها مفاجاه، بس هي هتبقى يعني حاجه خاصه كده، هقولها بقى التبس كده ليكوا انتوا. بحضر حاجه مع عزيز شافعي ان شاء الله، ان شاء الله هتبقى حاجه جميله باذن الله. الاكسكلوسيف ده منى عبد الغني قريبا جدا ان شاء الله مع عزيز الشافعي. بتخلص حلقتنا مع نجمه مفيش منها وشخصيه مفيش منها كتير في اجتماعياتنا قبل ما تكون في المسلسل وفي الفيلم ولا في الطرب ولا البرنامج. انت شخصيه جميله ومحبوبه وربنا يديمك نعمه، ونشوفك دايما في كل خير. رمضان كريم عليك يا رب. واكرم، وده لقاء مفيش منه، ما عملتش مع حد كده لقاء من كل قلبي بجد يا رامي، اتبسطت قوي معاك، وكل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه وانت طيبه وكلك طيبه يا جميله. يلا بكره نجم جديد مفيش منه على الراديو 90 90. سلام.